الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بارك لنا في أمرنا الذي نحن فيه يا رب العالمين اللهم انزل البركة والرحمة اللهم انزل البركة والرحمة في هذا المجلس الكريم اللهم اجعل عاقبة هذا الأمر خيرا ورشدا وفلاحا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا المجلس المبارك مقبولة مرضية عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإلى حضرة الشيخ باني هذه الكلية العربية الشريفة تيتي عبد الله كوتي مسليان نور الله مرقده اللهم اجعلنا وإياه من علماء الأخربية ولا تجعلنا ولا إياه من علماء الدنيا الدنية اللهم اجعل ما علمتنا هو ما علمته حجة لنا وله لا حجة علينا ولا عليه ولا تضرب به وجوهنا ولا وجهه يوم القيامة يا رب العالمين وإلى حضرات من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقاربنا الموتى وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا المتسلسلين منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم واجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അൽഹംദുലില്ലാ ഒന്നരായ മൗലാന പേരോ